شارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في السباق التجريبي لمنافسات السباحة ضمن بطولة الرجل الحديدي آيرون مان المقرر إقامتها في 9 من شهر ديسمبر الجاري. وقد جرى السباق التجريبي في الموقع ذاته الذي ستقام فيه البطولة الأسبوع المقبل في جزيرة الريف. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بالمشاركة في السباق التجريبي لمنافسات السباحة في هذه البطولة، مؤكدا سموه أن تنظيم وإقامة هذا الحدث يعزز الجهود الحثيثة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في ترجمة رؤى وتوجيهات سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بجعل مملكة البحرين قبلة لاحتضان كبرى البطولات التي تؤكد على مكانتها المرموقة على خارطة الرياضة العالمية. ونوه سموه بما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ساهم ذلك في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الداعمة لتطوير وارتقاء هذا القطاع الحيوي ودفع الألعاب الرياضية ومنتسبيها لإحراز العديد من الإنجازات المشرفة، مؤكدا سموه أن دعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انعكس وبشكل واضح في تنظيم البحرين العديد من البطولات القارية والدولية الناجحة والمتميزة التي عززت من الجهود المبذولة في أن تكون المملكة وجهة مثالية لإقامة كبرى البطولات. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لهذه البطولة في الإعداد والتحضير المثاليين لإقامة الحدث في موعده، مقدرا سموه الدور الذي تبذله جميع الكوادر الوطنية المشاركة في تنظيم هذا الحدث، متمنيا سموه النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في هذه النسخة من الملتقى الرياضي الكبير.